وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في آخر سلسلة للقناة، هاي سلسلة الوداعية اللي هي بلانت زو. يعني قلنا ما نقدر نقاوم، لازم أودعكم بشكل حلو. صحيح أن نزلت فيديو قلت خلاص بكون موجود على القناة الثانية، وطبعا رابط القناة الثانية بتكون موجودة تحت، لأن هذا آخر شيء بنكون نحن عايشين فيه. هاي حديقة الحيوانات اسمها اللعبة زو بلانت. طبعا أنا شو سويت؟ سويت شارع أساسي، سويت نفس الدوار يعني تقدرون تقولون زين، وحطيت اماكن الموظفين وشارع بس للموظفين، يعني غير الموظفين ما يقدروا يدخلون هالمكان على اساس انه ما احتاج حراسه زياده هنا. وبنبدا اول شيء على طول بنحط لنا شو؟ مصدر رزق. مصدر رزق بيكون اول شيء عباره عن شو؟ عن الهابيتات نفسه، ولا عن هابيتات يعني المكان اللي يعيش فيه منه الحيوان نفسه. بيكون شيء بسيط يعني، بس ابى يكون متمركز حول دواوير والدكاكين حول مدخله. ليش؟ لان ابى الناس تمر حوله وتمشي وتشتري. الموضوع يعني خطه تجاريه ترى اكثر من ان خطه غير تجاريه. لحظه خلينا نحط لنا هني خشب. انا احس بيكون مكان حلو حق انتلوب وربعه ان يكونون شو. خلينا نرفع هذا شوي. الحين نقدر شو نسوي؟ نستعمل اختصارات يا صديقي الشعب. تعال ايوه شكرا. بيكون حظيره ترى صغيره مش كبيره. مالبو اكلين نمل اثنين اربعه انجل اربعه. لحظه خلنا نشوف وين بيضبط وياي. السلام على القياس. هذا ليش تنح معي؟ لحظة خلنا نشوفه. لحظة أيوة. أبا بابين زجاج، بس أبا الباب في النص بس يكون زجاج، فبشل هذا وبحط مكانه شبك. خلنا نشوف شبك. شبك ما أحس إنه، أحس الشبك أحلى من الزجاج بيكون، لأن لو حطيت زجاج. لحظة بحط هني شبك وبنحط عندنا زجاج وبنشوف الفرق بينهم. والله اتصور الشبك حق هذا المكان وايد احلى، وايد احلى بيكون الشبك الصراحه. يا سلام. اوكي وبنحط الشبك. هذا مدخل زوار على فكره، تعرفون شو؟ خلينا نمسحه زين. خلوني امد الشبك من هنا لين هني، حتى الفراغ هذا بشله كامل. ايوه بالطريقة هذه. الفراغ بيكون بالطريقة هذه. أيوة يا سلام. وبسوي مكان ورا حق الخدمات على أساس يا أصدقاء الصدوقين. والله حلو تصدقون، أفكر أسوي الموضوع كامل نفس الطريقة. لحظة تراني مشكلة، إذا أشرت عليهم كامل هالعواميد بتختفي، فأنا ما بأشر عليهم كامل لان النتيجه بتختلف تماما، مش نفس شو اذا ما اشرت عليهم كامل. اوكي الحين بسوي هني مكان. ابو اكلين نمل الصراحه، ابو اكلين نمل، لان اكلين النمل فنانين. ما اعرف ليش بس احس الناس يحبوا يشوفون اللي ياكلون النمل. انزين وبنحط لنا بوابه اساس باب خدمات خشب بمكان حق الموظفين من ورا. ايوه المهم الموظفين بيون هني. نحط لهم باب عرضه اثنين ولا اربعه عرض طاب شيء. باب شو لونه هذا؟ شيء قريب منه. ايوه هذا مدخل. خلنا نسوي لحظه، خلنا نسوي ممر موظفين بس ما بالناس تمر من هني. اوكي لان اذا الناس مرت من هني ابى لونه غير بعد يكون اساس يبين من بعيد. الاحمر حلو احس الموظفين، وين ما اروح بسوي احمر. شوفوا هذا باب للمنو الموظفين المكان. خليه هني ضمن المدخل الرئيسي ولا اخليه هني؟ والله اظني مشروع ناجح يكون ضمن هالمكان. فالموظف بيجيب الحيوانات او غيره من وين؟ من هني. حلو وبنسوي ممر ثاني للناس، ممر خشبي. ممر خشبي عرضه خمسة
طريقة عبئيبة بطريقة شوي رومانسية. شوفوا المشكلة عندي في الكنترول شوية الحين، ما أقدر أحطي المكان هذا إلا إذا شو شوفوا بالطريقة هاي. أيوة الحين استوى سيدة، ما أقدر أحدده 100% كيف يكون شو سيدة أو غير سيدة. فأبى الناس تلف وتشوف الحديقة هذه وشو قاعدين يسوون في الحديقة بالضبط. أبى شوي أكسر يكون باب، لحظة أبى 45 degree. أيوة 45 درجة بالضبط. بس شو محتاج؟ محتاج أقصر شوي الطريقة هاي وأسوي بالطريقة هذه. يا سلام. فالناس الحين بتاخذ لفة عودة حول وين؟ حول المكان هذا. طبعا المكان هذا إذا بيكون في عندي آكلين نمل هني بخلي شوي فاضي، أبى أحط ديكورات هني شوي إذا أمكن، بحط ديكور أو بحط شارع عريض مكان حق نزهة. حط هني دكان وأعرض المكان هذا وأخلي لين هني، يعني هذا يكون ممر المدخل وهذا يكون فعليا مكان حق نزهة. يعني إذا بي اللعبة فيها للحين على فكرة شوية جلتشات وهاي الأمور، بسوي عرضة ثمانية زين، بسوي هالمكان الممر كامل خشبي، يعني هذا ممر الناس تقعد فيه حلو، وبأحطي 45 درجة لين وين؟ حرام وبستركت لأنه ما يقدر في ملي ناقص هني. انزين حلو، هني هالمكان راح يكون طاولات. انزين خلنا نشوف، وخلنا اللينكث ماله ابغى نقص انا شوي، بس تعرفون شو؟ خلنا اجيبه شوي من قدام. ايوه من اخر شيء. ايوه بعد ما استوى هذا، هذا بيلعوزني هذا. ممكن اشبكه في هذا بس هو للموظفين وانا ما ابغى. ابغى هذا مكانكم مكان قاعده. لا خلنا نغير شكله، خلونا نغير شكله، نحط يبين انه مطعم، بنحط فيه كراسي هني وطاولات حق المطعم، او نسوي هذا لون ثاني. اظني هذا بيكون عندي ستاندرد حق المطاعم. لازم نشتغل على الهابيتات نفسه، الهابيتات نفسه، الهابيتات يعني المكان اللي يعيش فيه الحيوان نفسه. وتعرفون انتوا هالمواضيع، تذكرون بلانت كوستر، موضوع يطول للابد. زين قلنا اكلين نمل اول شيء، لازم اشوف انه هني اصلا في اكلين نمل. والاكلين نمل الصراحه يعني شو كان اسمه، سيبل انتلوب تقريبا يوم تشيكت. عندي سيبل انتلوب اوكي يقدر ياكل من هذا، فبسوي له واحد مكان وين الناس تشوفه هني اوكي، هذا للاكل. وسيبل انتلوب احيد هذا اوكي تمام، ومكان يشرب فيه دام الناس هني شوفوا، هي عند الناس يشرب وياكل وين قدام الناس. طبعا عشان ياكل ويشرب لازم يكون في شوي ظله، فخلونا نروح نحطي له هسيب الانترب بعد مكان يقعدون يريحون فيه. ايوه هذا هو موجود. ابى مكان شوي اكبر، بس ابى كم متجمعين، واحد اثنين ثلاثة نفس المكان. ليش نفس المكان؟ طبعا هاي انا ما مش عايبيني وايد، ما اعرف اذا من الضرورة اني احطيهم، لكن لان الناس بتجي بالعكس من هناك ممكن نحطيهم بهاي الطريقة. شوفوا أبى أحطيه بطريقة حلوة يعني، ولا ممكن نسويه هني فراغ، نسوي لهم باب يدخلون فيه من ورا وين هذا، بس هذا يباله بعدين يكون. خلنا ندخل في الشير شوي في النيتشر، نحط لهم شوي شير. زين أبى الشيرة تكون تمثل الأنتلوب وربعه، أساس إن يكونون مريحين. أبى ظلة يعني بالعربي، أبى شيء يكون فيه ظلة. هاي زينة لكن أيوة أكل النمل وين بيروحوا؟ بشيرة شوي شكل مختلف، خلنا نشوف. أيوة هاي يا سلام، شوفوا هذا ظله هني، ونعطي الشكل الثالث ظله هني إنه يكون مختلف. وطبعا ما يستوي بس بالطريقة هاي، لازم يكون في شو عنده شوي حشيش على اساس ان نقول ان المكان مألوف، يعني مش ان المكان يعني حتى المكان اللي قاعدون فيه لازم يكون شوي مظلل. يمكن ما يكون
الناس كمنظر موجودين وايد، بس تعرفون شو الوضع بنفسه؟ راح يكون اريح وايد بالنسبه للحيوانات هذه. ايوه حصلت الحشائش اللي ابغاها، ابغى اماكن شوي يتخبون فيها يكون لهم خصوصيه. تذكرون انتم في اي لعبه كان هي في جوراسيك وورد ايفولوشن يوم لعبناها؟ اللي ما تابع السلسله لازم يتابعها. لحظه هاي فوق انزين، شو المكان شوي شكله منطقي، وبنحط شو الحينه اللي بنحطيه نحن، بنبى نحط تيرين، نبى نحفر شويه مكان نفس هني يلعبون فيه، مش وايد كبير يكون. ايوه بالطريقه هاي شوي خفيف، ويكون في ماي شو ابغى تحت شوي. اوكي ماي وايد فوق، لا اوكي الماي اوكي، ما عندنا مشكله مع الماي، لان في نهايه اليوم ما عليكم من هاللي يطلع، هم هذيل شو يبون يلعبون. بنكتب سيبل انتلوب، ما عندهم شيء يلعبون الا حق خرده وغيره وهاي الامور، مش حقهم. هاي يوم بيكون عندنا خرده في المستقبل بنحط فيها السوالف، ولا هنا مكتوب ممكن نحط فيها السوالف، بس ما احس ان لها اي داعي وما بضيف لي شكل الحين. كشكل الصراحه المكان جيد جدا، بس شو يبالي الحين الناس، لان الناس بتي عندي بتقعد صح، فلازم هني نسوي المطعم مالنا. قلنا لكم مكان حق المطعم، واحد خلنا نسوي سيدي عدل. لحظه اثنين ثلاث أربع خمس ست، حلو. وبنحط كاميرا هني بس للحماية، هذا طبعا للحماية القصوى. طبعا على المدخل لازم نحط كاميرا، وعلى مدخل الموظفين وين أنا الموظفين حاطنهم بعد كاميرا. هذا يكون شوي المكان يكون فيه أمن وأمان، الناس ترتاح يوم تشوف أمن وهالسوالف إلى آخره. زين خلينا نحط لهم شوي اماكن يعقون فيها الكتشره مالهم. طبعا من خبرتنا السابقه تعرفون العالم تحب تعق كتشره وهالسوالف وهاي الامور. كان في عندي شيء حلو انا اذكر اني شفته، اللي هو هذا دونيشن بوكس اللي عايب لنا المكان، يقدر يتبرع في للحديقه عن طريق هذا. بس ما عدا ذلك بنستعمل نحن شغلات الستاندرد الحين هنا، يعني الناس بتاكل بتي هني بتاخذ اكل فلافل، هذا ما ادري شو اسمه، اوكي، وبتاخذ هذا بيف تشيف اللي هو هذا نفس الشيء، وياخذون عصاير اوكي، وبياخذون معلومات من طريق قبل لا يدخلون. لحظه هنا معلومات لازم يكون هنا، ثلاث محلات فقط لا غير. وطبعا نبى حمامات شيء اكيد، يعني هذا شيء اساسي موجود لازم يكون، ولازم يكون ماخذ مكان في الوسط. شوفوا لازم يكون ماخذ مكان وين في الوسط شوية، وبنيب عنده شو شوية ورد هنا. ابى ورد طولي، لحظة في ورد طولي، هي في ورد طولي، لحظة ابى اعلى، ما في اعلى صح، هذي نص نص والله، مش اي هاي الحلوين، واحد اثنين، خلى الناس يكون مالها خاطر توسخ المكان من كثر ما هو حلو. ما ينفع الناس تيجي تقعد وتوسخ صح. اذا اقرب منه اقدر احطيهم، لحظة يا سلام يا سلام. خلينا نحط لهم وين الاكل كان، ولا لحظة ايوه هني حطي لهم، بستعمل الخضر وايد اخضر طالعين من هني لما اماكن قاعدة في الحديقة. حطي لهم ليتات بعد، لازم الكونستراكشن ليتات، بنحط ليت ومرة هني. المكان لازم يكون شكله يعني زي العسل. هذيل بعد يبون ليتات، الجماعة الطيبة اللي هني يبون ليت يكون هني، لأن في الليل أنا اكتشفت أن في اللعبة في الليل الجماعة بعد يجون وين عندنا الحديقة، فبما أنهم يجون في الليل الحديقة لازم شو أسوي لهم؟
لازم اسوي لهم مكان يجونه والمكان يستانسون فيه. يا سلام، وهني هذا الليت مقابل هذاك الليت، نفس الليت. لحظة خلني ازرع في نفس الليت ليت ثاني، حركاته وان الليت غير، عرفتوا؟ ايوه يا سلام، حركات والله. وهذا ممكن نسوي نفس الحركة انه يكون هو بوليتين، بس احس بيكون اوفر شوي. لا ما يحتاج. وبنحط ليتات وين؟ طول الممر هذا بنحط كل مسافة طيبة يعني مش وايد. لحظة ثقة هاي، يعني بنحط ليت هني. خلنا نعدل هذا لانه مش عدل، اهم الشارع كونستراكشن ليت. ليت هني دايركت على ذاك، وليت هني دايركت. شوفوا المكان هذا لازم يكون مكان حلو، ترى هذا المكان مش اوكي يكون نص نص ترى. زين بنحط هني ليتات لين اخر شيء هني، ونطلعون من الحيوانات. طبعا اذا باهم يستانسون يشوفون الحيوانات وايد، لازم نحط لهم خدمات اللي هو كراسي تحت كل ليت كرسي. شوفوا الناس اللي تقعد لازم يكونون مرتاحين، لان اذا هم في نهاية اليوم مش مرتاحين نحن في مشكلة. ترى في نهاية اليوم هم يجي يطالعون منو؟ الحيوانات الحلوة اللي نحن اصلا نحطيها في الحديقة، بس اذا ما عندنا شيء نعطيهم اياه ترى هي مصيبة ثانية. زين خلينا نحط لهم تراش كانز بين تقريبا عند كل واحد حبة. عندنا نضيف كرسي على فكرة بناء على التراش كان، مشكلة شوي مكانه هذا برا. جبت العيد كم من مرة. اوكي وهذا هني على اساس يتم المكان نظيف. وهم طالعين ابى احط لهم بعد شو وين صار صندوق تبرع. لعبة ان الحديقة يتبرع لنا، ما يتبرعون اللي رايح ولا راد، يكون في يعني يقدرون انهم يتبرعون. انزين الحين اللي بنسويه قلنا احنا كلنا مسوينا حق انترب، لازم ندخل تبادل تجاري، لازم نشغل اللعبة بعد. شو موظفين اللي عندي؟ لحظة يو نيد بيت سيرجري. لحظة بيت، خلينا نشوف الحديقة موظفين. انا ما عندي ولا موظف حلو، محتاج كير تيكر واحد. ما اقدر احطه هنا، لحظة لازم احطه هنا. زين لازم احط كير تيكر واحد اللي هو يهتم في المنطقة، وبحط كيبر واحد هني، وبحط ميكانيك واحد هني، بحط سكيورتي هني، بحط فندر اثنين، ابا تو فندرز، وابا دكتور الحين ما ابا. زين وابا شو اسوي؟ اسوي في الموظفين نفسهم يكونون يشتغلون على مساحات معينه، فخلونا نسوي مساحه عمل. زين هالمساحه كلهم راح يشتغلون وين فيها؟ كلهم بيكون اسمها هاي ان سيلوب زون. ها بيكون اول مكان كلهم يشتغلون فيه، لان هني مكان الموظفين ما حد يروح فعليا، فبنحطيهم كلهم. ليش ورك زون؟ ورك زون 1 زون، ما اعرف شو السبلنج ماله بس برايه يعني. انزين انا اسير على الموظفين انت لبزون، كلهم بيشتغلون في الزون هذا، ما باهم يتحركون. حتى لو سوينا شيء جديد اباهم يتبون مكانهم. عندي فندر واحد بيكون ايدل، ليش؟ انا فاتح دكانين وانفورميشن. انزين خلينا نشتري الحيوانات. يبقى نشتري الحيوانات الحين نسوي خلي شيء نقدر نشتري بالكاش، لان الاوراق ما عندي اياها. اللعبه للحين على فكره بيتا، ف شوي هذا ذكر. اوكي بناخذ واحد ذكر ولا انثى؟ هاي انثى هي، وابا انتلوب ثاني ذكر. يعني هو حدي حدي بسوي كم؟ ثلاثة، ما بسوي اكثر.
ابى اسيب الانترب ثاني اقدر احطه هني عندي. سيب الانترب ما في حد للبيع. اوكي كلها ناس خلاص ما بزياده ما بقى اي حد زياده. بنشغل اللعبه شوفوا كلهم بيبدون يشتغلون على حسب المنطقه اللي هم فيهم. الحين بنيبهم لان عندهم وين الجماعه الحيوانات يو عندنا المخزن فلازم المخزن نحولهم وين الى هذا المكان هذا زون 1. خلينا نشوفه هو يبي لحظه هذا في الدرب جاي وهذا بي هني. ان شاء الله الاقتصاد اللي سويته للحديقه يمشي لان اذا ما مشى انا في مصيبه الصراحه. وين صار؟ خلينا نسرع شوي. شوفوا وين صار؟ ميكانيكي جاي يشيك الباب، فراش جاي ينظف. يدورون كلهم في المنطقة اللي نحن أعطيناهم إياها على فكرة. يا سلام والله يدورون في مكان دائري واللي هو ممتاز كلهم يجون في هالأماكن. بس عندي واحد الكير تيكر، في عندي مفتش جاي. الكير تيكر وينه؟ ليش ما يقابل الناس الحيوانات هي ناس؟ كار بارك موف موف وهو كي جي تي بارك اسم الحديقة مالنا كي جي تي بارك. يعني مفروض هو يجيبها الحين. بس لحظة نحن فاتحين حديقة. وين صارت؟ ما عندنا جوايز ما عندنا شيء. كلب ما عندنا. ممكن حد يجيب الحيوانات. انا اظني في مبنى لازم اسويه انا ما سويته. لحظة خلنا نسير نحطي الفاسيليتيز موظفين مش نيرسري اظني 130 مكان الحجر يمكن يجيبه من هني حجر صحي. خلنا نشوف مكان موظفين على اساس اقدر اطلع شارع من ورا بعدين. زين خلنا نشوف لانه المفروض عندي انا عندي منو الموظف هذا الكيرتيكر. وين صار؟ هذا اثنين شغالين. الكيرتيكر مالي لازم يصير يجيبه منو الحيوانات المنطقة هاي. اذا هو ما صار يجيبهم ترى هي مصيبة المصايب. عرفتوا؟ ويمكن احتاج دكتور انا. منو الحيوان وين اصلا؟ لحظة نقدر نحدد وين ترى على فكرة. شوفوا بنسوي شو؟ وين مكانه؟ هو هني. سلم سلم. دليفري سكجولد. هو مرات المانجمنت ما يكون بنفس الطريقة. بس الكير تيكر لسبب من الأسباب ما قاعد يصير يجيب منه حيوان من المنطقة مع ان هذا الممشى حق موظفين. وهو شغلة منو اصلا نيبه؟ مع ان الممشى مفروض يكون موظفين مفروض ما يمنع هالشي. زين خلونا نحطي اذا ممكن نحتاج اللي هو يمر على الدكتور. انا مش متأكد المراحل اللي هو بيمر عليها صديقنا الصدوق. خلينا نحطي الدكتور قدامهم هني ونصير نوظف دكتور. اوكي ممكن الدكتور محتاج يشيك على الحيوان. انا جبته قبل والله وها هذا وصل. هذا اول حيوان عندنا في المزرعه. لا تلعب هذا وصل الليل والله وصل الليل ما في حيله. زولوبيديا ما نباك تشالنجز ما نبغى نعرف. انت هني زو فاوندد نيو انيمال. اوكي الحين الناس بدأت تجي عندنا الحديقة. هذا المرحلة لازم ندخل فيها فلوس. كشك المعلومات شغالة والله. حلوة الفكرة كفكرة الحين زينة. بس انا شنو اقصدني؟ اديوكيشن
خلينا نسير الفاسيلتيز ونحط شو ماي، لانه ماي بالطبيعه مو عندي، فبحط ماي هني انه يوصل كل مكان. وين مدخل الموظفين ورا؟ بحط ماي هني، بحط ماي انه يوصل للكل. بغطيه بعدين في شيء، ترى كهرباء كل حد عنده. اوكي ممتاز، كهرباء كل حد عنده كهرباء. ماي بس لازم احط شيء، لحظة مو بالناس تشوف. ابا نوعا ما يمشي حاله، مش بالضبط لكن بتشوف اللي عقب ترى. اوكي الحين الناس قعدتي، بس الموضوع كله عندي انا. الربح مش هنا، الربح عندي تعرفون في شو؟ في الاكل المفروض يكون، لان ابا ارخص الحديقه، خليها 10 دراهم عشان كلهم ياخذون ابجريدد، واخلي السودة هني ارفع سعر هذا الى 6 وشوية، 6 وشوية، وبخلي شيء رخيص على أساس إنهم يقدرون شو يسوون، يتابعون الموضوع. إنزين شوفوا شوفوا شوفوا، خلينا نشوف الأنتلوب مالنا. لحظة والله يطلعونه، والله يطلعون، which is very good. بندخل فايدة شكله، أشوفه عندهم أكل. أنا حاط لكم كيبر بس حق المنطقة هاي، وبعد ما أيام يعني لازم نحط في ضمن البيانات ان الكيبر هذا موجود في الانتلوب زون. غريب انه ميه، هذا ليش زعلان؟ لان كم ما بيزعل، ها زعلان. بنزل راتبه شوي، بين 1050 تحت، ايه 1050 يرضى. اوكي هذا ما يرضى براتب اقل، اصلا راتبه مش وايد. زين والدكتور ألف وخمسين راضي، أوكي ممتاز. هذا هو العمل، قاعد ينظف. شوف ليش عنده ستاف بلدنج، ليش ما يجي؟ 2 من 4 يريحون. نحن كم موظف عندنا؟ لحظة 1 2 3 4 5 6 7 8. أوكي بنحط لهم غرفة موظفين ثانية على اساس ما حد يشتكي، يحصلون مكان يرتاحون فيه مساكين. خلينا نحطيه بالعكس. اوكي حطيناهم بالعكس، شوف الحين بيقدرون يروحون كل مكان، ما عندنا مشكله. نايس يا حبيبي، هلا 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 بالمهلي هلا. ابا تعرفون شو والله جميل، يا سلام بجد قاعد بس يسبح هذا. يا سلام يا سلام، والله جميل جدا جميل. بس كان يسبح صح؟ لحظة لحظة خلنا نسوي له موف. أم زين لازم يحطيه في بوكس. اوكي احنا بحطيه هني، هذا مصيبه ما اعرف كيف كنسل. انزين وين صار الارباح مالنا؟ مش ماشيين على نطاق جيد جدا، بس مو مشكله. خلونا اشتري الحين ذكر انتلوب، سيب الانتلوب. ابا ش... ايوه هذا الذكر، لكن عندي 5 انا من هذا، ما ظني عندي والله. زين خلنا نشوف البرايز بالكاش، ما
ما في شيء بكاش اقدر اشتري. افا افا لازم اشتري بهذا، وهذا ما عندي من انا، ما عندي ابدا منه، لازم كاش. هذه انثاية ما باها، انثاية ما باها، ما في ولا ذكر الا بهذا الورق يا حبيبي. عندي 100 بس احس حرام، خلنا اشتري واحد، محتاج ذكر والله، لان بيتكاثرون، لان حطينا عليهم اكثر بيتكاثرون اكثر على فكرة. هني ابغى سيبل انتلوب اللي هو اكل النمل هذا، سيبل ما ادري شو سالفته. ابغى واحد تحت الامية هذا، اقدر اخذ هذا؟ نايس، هم موجود عندي، خليهم يبونه. وين؟ هني الحين بيشتغلون على دليفري. ليش الحين بيستوي عندنا وايدين؟ لنا فبيستوي اريح وايد، وايد افضل بيستوي والله. في ما يصدقون، بس الطريقه هاي شوي الارباح وتروح وترجع، ترى بعد الارباح ما تكون ثابته وايد. بس كشكل عام يعني القسم اول، بدنا نسوي قسم ثاني وثالث. يابا ما يبو يطولون لين هذا. منو اللي يبى؟ لحظه، الدكتور يبى. بيت هذا الدكتور صح؟ ايه هذا منو؟ انا بعرف الموظف، شو اسم الموظف؟ ايوه خلنا نشغله، خلي ينزل الصندوق على اساس اعرف هذا شو اسمه. وانا اعرف شو اسمه، 1050 دكتور يبى. نايس، حليله ذيب. شوف جو الوحش صياد الاسود، وين صياد الاسود هذا كله؟ بس المهم يعني وجهة النظر يعني. يا سلام على طول اكل، انتوا بس خسروني فلوس وما عندكم شغل ثاني. يا سلام سلم، يا سلام. المهم مضى وقت الحلقة كالعادة، احنا نتكلم عن 30 دقيقة حلقتنا في العادة. نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير، وان شاء الله تكون حديقة ناجحة يعني في نهاية اليوم. اتمنى انها تكون ناجحة، بس شكلها بتكون حديقة ناجحة لان للحين الامور مرتبة يعني. يمكن ازيد نوع ثاني من الحيوانات نفس المكان. المهم هاي اخر سلسلة نحن بنسويها في القناة، ومشكور على متابعة القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.